أضاف أن الهدف الأولى أو الأول أو الأولى هو شراء 200 طائرة مسيرة تنقذ الأرواح وتساعد على القتال، ودعا نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتبرع بالمال لشراء الطائرات أو لمن لديهم طائرات مسيرة إلى إرسالها للجيش. ويذكر مشاهدينا أن أوكرانيا حصلت على طائرات مسيرة من عدة دول ومنها طائرات كاميكازي أمريكية وبيرقدار تركية. وتقول صحيفة ديلي بيست إن طائرات كاميكازي بدون طيار بعيدة المدى تشكل تهديداً جديداً لروسيا، ويمكن لهذه الطائرات المسيرة أن تقطع مئات الأميال دون الحاجة إلى مشغل، وهي صغيرة بما يكفي للتهرب من الدفاع الجوي الروسي المصمم للكشف عن الطائرات المقاتلة والصواريخ والاشتباك معها. وأكبر مصدر للقلق مشاهدينا لروسيا هو أن أوكرانيا قادرة على صنع هذه المنتجات بثمن بخس وبسهولة، ويمكن شراء هياكل الطائرات والمحركات وأنظمة التوجيه تجاريا وتجميعها دون الكثير من الخبرة التقنية، كما يمكن أن تلحق أضرارا بملايين الدولارات إذا اصطدمت بخزان وقود أو أشعلت النار في سفينة بحرية راسية. واعتمادا على التكلفة النهائية للطائرة يمكن أن تكون أرخص من الصواريخ التي ستستخدمها روسيا لإسقاطها، ويمكنها أيضا تنفيذ هجمات ضد أهداف حيوية في مهام انتحارية أو حتى ضرب العدو والعودة إلى قواعدها. إضافة إلى كل ما ذكر، أثبتت أوكرانيا أن طائرات الدرون أداة مفيدة للغاية، حيث ساهمت في توثيق الدمار الهائر الذي ألحقته المدفعية الروسية بمدن مثل ماريوبول، وأيضا لتشتيت الانتباه، حيث تتحدث تقارير عن طائرة بدون طيار شتتت انتباه السفينة الحربية الروسية موسكفا عن صاروخين أطلقا لإغراقها.